أهلا وسهلا بكم. إذا حين قمنا بالتحويل من النظام العشري للنظام الثنائي، قمنا بالقسمة بطريقة متوالية على الأساس 2 حتى وصلنا إلى خارج يساوي الصفر، وتمثيل العدد في النظام الثنائي كان هو عدد الباقي من أسفل إلى أعلى. وقلنا أن للتأكد من صحة التحويل نقوم بملاحظة هذا العدد زوجي أو فردي. لو كان زوجي يجب أن يكون آخر رقم في النظام في تمثيل على النظام الثنائي صفر، لو كان فردي يجب أن يكون واحد. وقلنا أن أيضا العدد يجب أن يكون أصغر من 2 أس عدد وحدات التمثيل في النظام الثنائي، مثلا هنا لدي 4 وحدات. الآن نمر لاتجاه المعاكس، بالتالي النظام الثنائي تحويل من النظام الثنائي للنظام العشري. اكتب كعنوان النظام الثنائي وحول إلى النظام العشري. نأخذ نفس الأرقام التي أخذنا العشري، نأخذ نفس الأرقام التي وصلنا لها في الدرس السابق. أخذ الأرقام 1 0 0 1 0 في النظام الثنائي، وأرى كيف أصل إلى العدد 18 في النظام العشري. إذن كم يساوي في النظام العشري؟ التمثيل أو التحويل من النظام العشري للنظام الثنائي، قمنا بالقسمة. الآن سنقوم بالضرب في العدد 2 أس قوى مناسبة. كيف ذلك؟ أكتب العدد 1 0 0 1 0 يساوي في هذا الاتجاه، هنا في هذا الاتجاه أقوم بترقيم كل وحدة انطلاقا من الصفر. لدي 0 1 2 3 4، وبالتالي أقوم بعد ذلك بكتابة كل وحدة. 0 الأولى أقوم بضربها في كم؟ في 2 أس الموقع أو موضع كل واحدة، مثلا موضع 0 هنا، زائد 1 في 2 أس 1، زائد لدي 0 في 2 أس 2، زائد كم؟ لدي 0 أيضا في 2 أس 3، زائد أخيرا لدي 1 في 2 أس 4، وأقوم بعملية الجمع فأحصل على أي عدد في 0 0. إذا 0 هنا لدي 2 أس 1، 2 في 1 2، زائد لدي 2 أس 4 في 0 0، وهنا أيضا 0، لدي 2 أس 4 تساوي 16 في 1 يساوي 16، وبالتالي أحصل في النهاية على كم؟ 2 زائد 16 يساوي 18. إن كان هذا التمثيل في النظام الثنائي، وهنا 18 في النظام العشري. طريقة أسرع هو أني أعرف أن أي عدد في الصفر يساوي 0، وبالتالي لا أضطر أو لا أقوم بهذه العمليات. فكل ما أقوم به هو أني بعد أن أقوم بالترقيم هنا ألاحظ فقط موقع 1، لدي فيه 1 وفيه 4، بالتالي أكتب بسرعة أكثر 0 1 0 1 تساوي هي. وأيضا دائما يكون إما 1 أو 0، دائما أي عدد في 1 هو نفسه، وبالتالي أكتب فقط 2 أس 1، 2 أس 1 زائد 1 الثاني، لدي 2 أس 4 تساوي 2 أس 1 2، و2 أس 4 تساوي 16، وبالتالي أصل بطريقة أسرع إلى النتيجة 18. نفس التقنيتين التي تكلمنا عنهما في التحويل من النظام العشري للنظام الثنائي صالحتان هنا. لو كان لدي عدد آخره 0 فيجب أن أصل إلى عدد زوجي، لو كان لدي عدد آخره 1 يجب أن أصل لنظام أو لعدد فردي.
كما كان الحال في الأعداد 15. إذن هذه أسرع طريقة للتحويل من النظام الثنائي للنظام العشري. قم فقط بالترقيم وأكتب اثنين جد مجموع اثنين أس مكان كل واحد، لي واحد هنا وواحد هنا. طريقة نطبقها على العدد الثاني، اكتب هنا أفضل، يعني طريقة العدد الثاني الذي كنا رأيناه هو 15، وخلصنا أنه يساوي، أو أخذ مثال آخر يكون أكثر وضوح، مثلا أخذ العدد 1001 في النظام الثنائي، كم يساوي في النظام العشري؟ يعني كما قلت أقوم بالترقيم 0 1 2 3 4، وأقوم بجمع، أقوم فقط بجمع أمكنة الواحد 2 أس مكان كل واحد، 2 أس 0 زائد 2 أس 4، 2 أس 0 تساوي 1، 2 أس 4 تساوي 16، بالتالي أعرف أن العدد هو 17 في النظام العشري. طريقة سهلة للتحويل من النظام الثنائي للنظام العشري. لكن هنا نتحدث دائما عن الأعداد الموجبة، الأعداد السالبة سنتطرق لها بعد الانتهاء من تحويل الأعداد الموجبة في جميع الأنظمة، لأنها تتطلب بعد التقنيات الأخرى منها معرفة كيفية الجمع في النظام الثنائي. في الدرس المقبل نتعرف على كيفية التحويل من النظام العشري للنظام الثماني إن شاء الله. نلتقي إذن.